حميد عقبي، وأتابع معكم الحديث حول هذا العمل، العمل السينمائي الرصاصة لا تزال في جيبي، وهو من إخراج طبعا الأستاذ الكبير حسام الدين مصطفى. في هذا العمل كما قلت هناك بعض الملاحظات سبق وأن تحدثت عنها، ربما من الملاحظات المهمة حاولت أيضا أن أسجل العديد من الملاحظات. سنرى أن هناك إهمال شخصيات معينة جدا ركزت عليها الرواية أو اشتغلت عليها الرواية بشكل كبير جدا، مثلا الشيخ علوان البدوي، كيف انتقل أيضا محمد، يعني عندما ضاع في الصحراء في عدة أيام بعد ذلك التقاها علوان وحمله بعد ذلك إلى غزة، الغزاوي محمد دريعة، وكذلك هناك يعني ظهرت لنا أيضا ختمت من رحلة محمد في غزة، ختمت مع الرئيس درويش وهو لم يظهر طبعا في الفيلم العمل أو بالرواية. سنجد أن محمد قام لعدة أيام واشتغل مع الصيادين، إلى أن أيضا سنجد هناك الكثير من الأشياء أو الحديث عن غزة أو الحديث عن أهل غزة في تلك المحنة وهم يعيشون تلك المحنة بعد أن كانوا تحت الإدارة المصرية، بعد ذلك تحولوا أو عندما تم احتلال غزة في إسرائيل. كلمات أو عبارات تظل، يعني يقول الكاتب الرواية إحسان عبد القدوس، بمعنى أن الدبابات أو هذه الدبابات أو القصف لم يتم قصف وإحراق البيوت، ولكن قصفت نفسيات هؤلاء الغزيين. يعني الناس في غزة كانوا في شكل، يعني في حالة من الذهول، في حالة من الصمت، الناس كأنها تسير وهي يعني تشعر بهذا الألم، تشعر بهذا المحتل الذي يعني حتى وهم يتعاملون معه. سنجد كيف أن كان التعامل مثلا حتى في التعامل مع محمد هذا الغزاوي محمد دريعة، عندما يعني كان أيضا محمد بطل هذه الرواية، عندما كان يعمل مع محمد دريعة في كشيال، كان يقول كيف أن اليهود كرماء في البخشيش، يعطون البخشيش ويقولون وكأنهم يحاولون شراء الناس، يحاولون شراء يعني يبدون العديد من الأفعال أو من الأشياء، الأفعال السلوكيات المادية، بحيث وكأنهم يحاولون طمأنة أهل غزة بحيث ألا يثوروا أهل غزة على هذا الاحتلال. يعني طبعا كان أهل غزة في تلك الفترة هم يعني محاطين أو كانت هناك يعني أزمة كبيرة جدا، كان هناك يعني يعني كثير من المتغيرات السياسية. سنجد أن عباس يظهر دائما، يظهر في كل لحظة، يظهر تقريبا في كل صفحة من صفحات الرواية، عباس الذي هو رمز الظلم، رمز الاحتلال، عباس اللي هو أيضا يعني الذي هو كما قلت من إفرازات هذه الحرب، لأن هذه الحرب يعني يعني هنا يكون دلالة على الاستعمار، في يوجد هنا أو يوجد داخل، يعني في الداخل يعني الكثير من الإشكاليات الكثيرة جدا التي كانت موجودة في العهد الناصري، ربما حاول واختزلها الروائي في شخصية عباس، هذه الشخصية التي تقول من الكلام الحلاوة وعليه الطلاوة وعليه الكلام الناعم والكلام الثوري والكلام هذا، ولكن هو في الحقيقة يعني عباس فاسد، يعني شخصية فاسدة جدا دخلت إلى كل بيت. عباس كان له علاقة كبيرة جدا مع العم، مع عم محمد، وسنجد هنا أيضا صورة العم الجشع الوصولي الشخصية، يعني هو يقول في أو إحسان عبد القدوس يذكر يقول يعني على لسان البطل محمد، يقول كان عمي أو الذي فقط 5 فدادين، وفي ضربة أو في خلال يعني هذه الحرب وفي خلال هذه الأزمة وفي خلال هذه الأزمات كيف يصعد بعض الناس، تحول بعد ذلك أو تحول بعد ذلك ثروته إلى أكثر من 20 فدان. يعني عباس كان كيف يعني كان هناك طبعا الجمعية الزراعية أو كانت وزارة الزراعة، كان يشترون المحصول وخاصة محصول الفول من الفلاحين بمبلغ حوالي 7 جنيه، فكان العم أو عم محمد اللي هو عبد الله أبو فاطمة كان يزرع مثل 12 فدان، فيقوم عباس ويحتسب إن ما زرعه عبد الله هو فقط فدانين، وبذلك هناك 5 فدانات اللي هي يبيع بعد ذلك الاردب، بدل ما يبيع ب7 جنيه يبيع ب16 او يبيع ب17 او يبيع ب20 بالسوق السوداء. اذا الداخل كما يوضح او كما يحاول ان يعني رسم لنا
إحسان عبد القدوس، وبطريقة ذكية جدا في هذه الشخصية عباس تكون في، يعني يكون في ذهن الشخصية في كل مرحلة، في غزة وهو ينتقل، في الصحراء وهو ضائع، يكون بعد ذلك عندما تكون الرصاصة وتبدأ ظهور الرصاصة في جيبي، الرصاصة لا تزال في جيبي، تظل يعني الرصاصة هذه هي موجهة إلى عباس، هذه الرصاصة بعد، لكن هناك طبعا تحولات كبيرة تحدث للشخصية. هذه الشخصية، واحنا تحدثنا في بداية هذا العرض، قلنا أنها شخصية كانت ناعمة، شخصية عبارة عن طالب كلية الآداب، يحب الفلسفة، يحب القراءة، يحب الأعمال الرومانسية، يحب فاطمة أيضا. يعني فاطمة هي توأم الروح، فاطمة هي كل شيء في حياة هذه، أو في حياة هذا الشاب. الفيلم وضح هذه هذا اللقاء الروحي، أو هذا التناول الروحي، أو هذا الشراكة، هذه الشراكة الروحية، هذه العاطفة، هذا الحب الكبير الذي يمكنه. يعني كان موفق حسام الدين مصطفى في تصوير أغلب المشاهد، هي يعني اللقاءات كأنهم يعني يجتمعون في مكان. طبعا يوجد الترعة، توجد الماء، توجد الخضرة، توجد أيضا يعني ملبس، أو ملبس فاطمة. يعني هي نحن لا نتحدث مثلا، يعني فاطمة لا نتحدث نحن مثلا في هي في لا نتحدث عن فتاة ريفية، عن فتاة غير متعلمة، نحن نتحدث عن فتاة متعلمة. يعني هون نجوى إبراهيم عندما ظهرت في فيلم الأرض كانت فتاة، تلك الفتاة الريفية اللي هي لابسة الملابس الريفية، تحكي ريفي، ولكن نحن هنا نتحدث عن يعني في الريف أيضا، عندما في طبقة مثقفة، أو عندما البنت تتعلم تذهب في الثانوية، فلكنتها ستكون مفهومة جدا. يعني لسنا نحن مع يعني لكنة بيئية أو قصدية ريفية محضة، نحن مع لكنة وسط. سنجد أيضا أن الفيلم استحدث شخصية، اللي هي شخصية عزوز. شخصية عزوز هي بمثابة المرآة، هي بمثابة الشخص الذي يطرح سؤال، والشخص الذي يجيب على السؤال في كل زيارة له، أو في كل زيارة له محمد إلى القرية أو إلى البلد، يأتي عزوز مع الحنطور، وعزوز يحكي له ماذا حدث في البلد، يسأله أيضا ماذا حدثت في الحرب، ماذا حدث في المعركة، ماذا حدث هناك. فهذا عزوز هو بمثابة مرآة، واستحداثها يعني كان شيء جيد، وكان شيء جميل جدا، حيث إنها هي من الشخصيات المساندة يعني هي لم تكن أو لم تلعب دورا مساندا للشخصية، إلا باعتبار فقط هي كأنها تستنزف منه الكلام. يعني البطل أو شخصية محمد في الرواية شخصية حكائية، يعني هو يتحدث عندما حدث له، وعندما ذهب، وعندما فعل، وعند كذا، عندما وصل إلى مصر، عندما وصل، أول ما وصل إلى بور السودان، أول شخص التقى به عسكري بدأ يحكي له. وبعد ذلك طبعا هو داخل دوخات كثيرة جدا، يعني لأنه شخص عسكري، ولا أنه كذا، ولا أنه ذهب إلى غزة، ولا أنه كان هناك غزة محتلة من إسرائيل، فكان عليه أن يحكي روايته عشرات المرات لعشرات المكاتب، لعشرات الضباط، لعشرات يعني شهور كثيرة مرت، وهو في حالة استجواب، لأن هناك يعني كان في نوع من، طبعا لأنه شخص عسكري و عادة أو فقد لمدة معينة وبعد ذلك عاد، فمن الطبيعي جدا أن يمر بهذه المرحلة، الاستجوابات الكثيرة المتعددة المتكررة. هو يقول حتى أن بعض الضباط كان يسمع كلمتين ويغلق الملف، بعض الناس كان بده ساعتين 3 ساعات، بعض الناس كذا كذا، بمعنى إنه يعني هنا في، ولعل المخرج التقط هذه لتكون بداية لفيلمه. يعني التقط هذا الشاهد، او هذا المشهد، او هذا البارتي، او هذا الجزء من الروايه، بحيث ان يجعله في مقدمه الفيلم. يجوز طبعا للمخرج ان يقولب، ان يعيد المونتاج، ان يعيد يعني الزمن، او يتلاعب بالزمن كما يشاء. يعني بدت لكن فقط يعني هي ملاحظه صغيره بالنسبه للفلاش باك، بدت كانها يعني فلاش باك برنامج، او كانها فلاش باك تلفزيوني. يعني فلاش باك في السينما خطير جدا، وحتى الإيفكت الذي أنت تعمله، يعني من نوعية المؤثر الذي أنت تستخدمه، عليك أيضا أن تنظر، أو عليك أن تفكر بشكل سينمائي. الجزء الأكثر اللي هو، أنا كنت ظنيت أنه بالنسبة في بعض مشاهد الحرب، يعني صورها المخرج أو صورت خصيصا للفيلم، لكن بعد ذلك عدت على
قنوات يوتيوب ورأيت أن هذه أو هذه المشاهد، الكثير من هذه المشاهد هي مأخوذة من الأرشيف، يعني الكثير من الأغاني الوطنية استحدثت وكذا، وكان يعني بمعنى أنه هو استهلك الكثير جدا. طبعا الشخصيات هون بالفيلم عندما نرى في قائمة أو عندما نرى التعريف بالفيلم بطولة محمود ياسين، حسين فهمي، حسين فهمي اللي هو يعني ظهر هنا يعني بمعنى أنه ضابط، وكان هذا الضابط يعني مخابرات مصرية في إسرائيل. في الرواية هناك شخصية محمود، الضابط محمود، شخصية جميلة ورائعة جدا، لا أدري لماذا المخرج أهملها أو كان ربما استفاد منها، يعني كان ربما يأخذ المخرج من الأرشيف لقطة لقطتين، مشهد مشهدين، وكان ربما في مشهد جميل جدا في الرواية وأنا أقرأ الرواية، يعني كيف أنهم ذهبوا لتنفيذ الخطة، كان محمود وكان معه رؤوف تقريبا، وكان محمود هذا ومحمد، محمود هو الضابط المسؤول وعليهم أن يفعلوا كذا، عليهم أن يطهروا إحدى الأماكن، فهنا عندما أصيب محمود يعني انشغل الجميع به، انشغل الاثنين أو رؤوف ومحمد انشغلوا به، فهو كيف يشير مسدسه عليهم ويقول لهم أنتم هنا لست للإسعافي، أنا أصبت انتهى الموضوع، ولكن أنتم هنا من أجل مهمة، فعليكم أن تنفذوا هذه المهمة وإلا سأطلق النار على رؤوسكم. يعني هذه يعني جزء كبير جدا مهم جدا كان يستطيع المخرج بزاوية معينة، هذه لا تحتاج إلى إمكانيات كثيرة، لكن بعد ذلك فعلا هو هناك بعد ذلك كان يمتلكون صاروخ عليهم تدمير دبابتين، رؤوف طبعا دمر إحدى الدبابات ومحمد قفز إلى إحدى الدبابات واستطاع أن يقتل من فيها، بعد ذلك رؤوف، نهاية رؤوف أو استشهاد رؤوف أيضا كان فرحا، وكان يعني لم ينتبه أن ربما تكون هناك ما يزال أحدهم من الجرحى أو كذا لديه سلاح، وعندما قام ونهض وهو فرحا بالنصر أو وهو فرحا بتطهير هذه المنطقة، قام بقتل أحد الجنود الذين كانوا جرحى ولكن كان بيدهم سلاح، فهنا يسقط شهيد. يعني هذا المنظر أو هذا المشهد كان يستطيع المخرج أن يحققه، وكان ربما يعني بديل عن تلك المشاهد الإرشيفية التي تكررت في الفيلم، تكررت في الفيلم يعني بشكل ليس سينمائيا، يعني لم يكن هذا التكرار سينمائيا، صح إنها فيها نقطة من الحماسية، يعني إحنا تقريبا من في الدقيقة، أكون معكم تقريبا يعني الدقيقة أو الدقيقة تقريبا الساعة 17 أو 18، إلى أن إحنا حوالي تقريبا إلى كنا 17 إلى حوالي 50، إلى حوالي 50 يعني حوالي 35 أو 30 دقيقة، يعني عشنا هذه اللي عشنا، نحن لسنا مع السينما، ليست وثائقية السينما، حتى وهي يعني تحاول أو حتى وهي تخلد مسألة العبور، عبور خط بارليف في ذلك الفترة، ربما الدافع لذلك هو أن عبور خط بارليف في الجيش المصري عندما عبر خط بارليف كانت معجزة، معجزة عالمية، معجزة لهذا الجيش، يعني الصحافة العالمية ذاك اليوم، يعني كيف هذا الجيش المصري استطاع أن يعبر هذا الخط، خط بارليف يعني كان محصن التحصينات فيه معقدة بشكل فظيع جدا، يعني كلف تقريبا أكثر من 500 مليون دولار في ذلك الوقت، الكثبان الرملية الكذا، يشرح إحسان عبد القدوس طبعا أن مسألة المضخات ومسألة كذا وكيف أن تم اختبارها وكيف أنه كان يتدرب أيضا، محمد كيف أنه تدرب لمدة أكثر من سنة كاملة، يعني كان هناك صمت كبير جدا، كان الجنود يتدربون فقط لا يفعلون شيئا، يعني تدرب محمد ورغم أنه من المشاة تدرب على القفز على المظلات، أصبح محمد شخصية أخرى تغيرت تماما، وهو لماذا؟ لأنه هو شخصية فدائية، يعني طبعا هي شخصية مبتكرة بالنسبة للكاتب إحسان عبد القدوس، وهو يقول أنها شخصية مبتكرة، هو لم يوثق عن شخصية يعني رئيسية أو لم يتابع مثلا، كان الوقت مبكر وكان يعني انفعالي يعني تفاعل كثيرا إحسان عبد القدوس، وتفاعل بسرعة بحيث أنه يصدر روايته، يعني 73 6 أكتوبر، ثلاثة النصر والعبور برليف، وهو يعني كتبها مباشرة، كان طبعا هناك جزء نشره في حرب الاستنزاف، ولكن بعد ذلك أكمل الرواية أو أعاد نشر الرواية بعد العبور،
فالعبور كانت يعني باعتبار معجزة من المعجزات الكبيرة، المعجزات العظيمة جدا التي يعني ولكن نقول يعني في الفيلم خصص حوالي 30 دقيقة في مشاهد إرشيفية، يعني البطل حتى هنا يتم تصويره هنا أو يتم تصويره هناك أو كذا، وكان ربما يستفيد من هذا الوقت، الوقت الكبير جدا في هذه المشاهد الأرشيفية، بحيث يقدم لنا أيضا محمد، يقدم لنا محمد وهو زملاءه. إحنا عندنا هنا عدد من الأشخاص، إحنا عندنا قدمهم سعيد صالح طبعا، أو حسين فهمي، أو كذلك مين معنا أيضا من الممثلين الذين ظهروا، صلاح السعداني، لكن إحنا لم يكن هنا، لم يكن لهم دور، أو لم يكن، أو يعني وضعت أسماءهم وموضوع أسماءهم في الأفيش وموضوع، ولكن يعني كشخصيات داخل الفيلم يعني حرمنا تماما من أنه يفعل هذه الشخصيات المساندة، رؤوف بما فيه الحب الذي يكنه أو يتحدث عنه دائما محمد في الرواية، يتحدث عنه بشكل يعني بديع جدا. فهذه الثلاثين دقيقة تقريبا الإرشيفية أو الثلاثين دقيقة التي عملها أو التي أدخلها المخرج في الفيلم، ربما ان نزعه كما قلت هي نزعه حماسيه، لان الفيلم مباشره يعني بعد سنه تقريبا من الانتصار يعني تم تصويره، فهي نزعه حماسيه. لكن مساله دراميه او مساله دراميه قد لا تكون يعني موفقه، او لا قد تكون يعني في الفيلم السينمائي، انت عندما اذا اردت ان تعيد او اذا اردت ان توثق او اذا اردت ان تصور مشاهد الحرب، يعني فعليك أن تصور مشاهدك الخاصة، أنت مشاهدك بصورة سينمائية ليست من الأرشيف، أو مشاهد سينمائية تكون أقل إمكانية، تكون فيها نوع من النقص في الإمكانيات، فيها نوع يعني أنت هون في بعض اللقطات لكي يكون مشهد فهو يكرر لقطة 10 مرات أو 15 مرة، يعني فهذه فيها نوع من اللي هي من الأشياء التي وقع فيها الفيلم، والتي كان ربما كان يعني كان يستطيع أن يستغني عنها. نحن سنرى أيضا في الفيلم شخصية اللي هي شخصية أخت محمد، لكنها أيضا لم تكن شخصية فاعلة، لم تكن حتى الأم لم تكن شخصية فاعلة، لم نرى فيها يعني أو وجها آخر، لم نرى فيها مثلا، لم يستثمرها بشكل يعني كبير جدا في الفيلم. العم عبد الله استطعنا أن نلمح أو استطعنا أن ندرك يعني جشع هذا الرجل، كيف هذا الرجل بعد أن يذهب عباس ويصبح في ورطة بعد مع عبد الحميد اللي هو الشخصية الثانية أو اللي هو مدير الجمعية الجديد، والذي يعني يبدو أنه يعني يحاول أن ينظف، ولكن كما يقول عزوز كل شيء مثل الأول، أو كل شيء يعني هناك أشياء كثيرة جدا ما تزال نفس الشيء، أشياء كثيرة تباع، مبيدات، أسمدة تباع في السوق السوداء من الجمعية، يعني رغم ان نحن نسال او نحن بمعنى او كانه يقول ان هذا المكان او الهيئات، هيئات الدوله يعني وخاصه الهيئات الحيويه، والهيئات الحيويه وخاصه الجمعيه الزراعيه في المنطقه او في منطقه الفلاحين في المناطق الفلاحيه هي مهمه جدا، الاسمده، المعدات الزراعيه، التراكتور، يعني هي كل هذه ادوات مهمه جدا لكي يكون هناك زراعه، شراء الأموال، السلف الزراعية، كل هذه كانت تهتم بها الجمعية الزراعية. فساد هذه الجمعية الزراعية، فساد هذه يعني باعتبار يعني هو يقول أن هناك مؤسسات كثيرة في دولتنا، الكاتب يعني يتحدث بصورة نقدية، بصورة لطيفة جدا، ولكن يعني أيضا عميقة، بحيث أنه يقول هناك فساد، يعني احنا نعيش الحرب ونحن نعيش الحرب والناس تعيش الحرب، وكانت يعني طبعا يعني من فترة الانسحاب يعني شفنا احنا في القطار كيف الناس تتريق، كيف الناس تسخر من الجندي الذي اي واحد يلبس لبس عسكري، انسحبت انت يعني لماذا انسحبت، احنا صايرين على الانسحاب، صار نكات وكذا. فعندما يريد ان يتعارك مع احدهم يقول له احد الركاب يا سيدي يا اخويا يا عمي يا ابويا، الناس من غلبها، والمصريين يعني فالحين جدا في خلق النكات، الناس من غلبها، من قهرها، من عماها، من وجعها، هي تقول النكات، لكن لا يعني ذلك أنهم يعني يسخرون، هم يعني يضحكون على أنفسهم، هم يحاولون البحث عن مبرر، لماذا إحنا انسحبنا، لماذا نحن هزمنا،
لماذا نحن أصبنا بهذه الكارثة؟ وكان يقول أن الناس، حياة الناس صارت يعني الحرب الاستنزاف، يعني كانت في فترة من الفترات يعني نشطة، ولكن بعد ذلك أصيبت. أو يعني حتى هنا مثلا موت جمال عبد الناصر لم يظهر لا في الرواية، لم يظهر حتى في الفيلم، لأن الرواية بعد ذلك والفيلم ركزوا تركيزا كبيرا على اللي هو اجتياز خط بارليف، باعتبار هذه المعجزة الرائعة الكبيرة العظيمة كذا كذا، والتي كانت هي حدثا، يعني حدثا انتقاليا، حدثا يعني النصر، يعني لم يكن هو حد يعني النصر السياسي، لم يكن هو نصر عسكري، كان نصرا شعبيا. يعني هو يقول، أو الكاتب يقول في الرواية، كيف تحولت فاطمة، ويتحدث عن فاطمة، فاطمة في هذه الفترة، فترة الركود، لا حرب لا سلام. ولكن طبعا احنا ندرك أن القيادة كانت تعد نفسها، تعد ذاتها، تعد يعني أشياء كثيرة جدا لكي تستعيد الأرض المسلوبة، لكي تستعيد كذا. فكانت مثلا فاطمة في هذه المرحلة، أو مرحلة الركود، مرحلة والناس بأجمعهم كانوا يعيشون في حالة من الصدمة، في حالة من يعني من القلق، في حالة من يعني حالة من يعني في شيء يعني ضائع، في شيء لذيذ. يعني أنت من تشرب الشاي أحيانا تجد لذة وروعة، من تشرب كاس تجد لذة وروعة، ولكن أحيانا تأتي عليك أيام أنت لا تشعر بهذه اللذة بالروعة، لا في الطعام، لا في الأكل، لا في الشرب، لا في الحديث مع الناس، لا في الخروج، لا في رؤية شروق الشمس، لا في رؤية غروب الشمس. هكذا كانت فاطمة، كان يقول عنها، أو يقول عنها الكاتب، كأنها دمية. طبعا هنا في أيضا مشهد جميل جدا، أو في بعض المشاهد حافظ عليها المخرج وعادها، مثلا مشهد القفز بالقناة، مشهد القفز عندما يكون محمد وتكون معه فاطمة ويعبرون قناة صغيرة أو ترعة صغيرة، فهو يقول لها أتينا إيدك، فهي هنا تتذكر فلاش باك، تتذكر شعبان، أو عفوا عباس، تذكر عباس عندما يعني بعد أن نظفت له بيته، بعد كذا كذا قال لها أعطينا إيدك أو كذا، فهي قالت له خلاص يعني أعطيك إيدي هيك، وبتسلم عليه، فهو باسها، ثم بعد ذلك جذبها، فلما قال لها أعطينا إيدك هي إن يعني سحبت يدها، رغم أنها في الطين، رغم أنها في الوحل، لم تعطيه بسهولة، ولكن بعد ذلك يعني فاطمة استيقظي، يعني كمن هي كانت في كابوس. وهذا هو يعني حلو جدا أن المخرج اشتغل هذا المشهد بهذه الجمالية الرائعة، وكان موفق إلى حد كبير جدا في تصوير هذا المشهد، بحيث أنه أيضا يعطي هنا، أو يكشف هنا، فظاعة عباس التي لم تظهر في الفيلم كما ظهرت في الرواية. في الرواية عباس في كل 15 سطر عباس، كلما الكاتب طبعا الرصاصة لا تزال في جيبي، إلا البطل في كل تقريبا صفحة، في كل صفحتين بعد هذا دائما يتحسس الرصاصة في جيبه، يتحسس أين وضع الرصاصة، لماذا في فترة الركود يقول أصبح لا يتذكر، أو أصبح لا يمسها كثيرا، لأنه أصبح، ولكن عندما تم طلبه، لأنه باعتبار أحد الفدائيين وتم إرسال إشعار له المرة الأولى، طبعا هو كان مشغول بالأرض وكذا، فقال للخفير، أو قال للشيخ الغفر، قل لهم انا ما وجدتهاش. ولكن طبعا الفيلم حافظ على هذا المشهد، ولكن بعد ذلك حافظ الفيلم على هذا المشهد اللي هو مشهد الاستدعاء الى الجبهه. بعد ذلك جاءه الغفير، او شيخ الغفر، قال له المركز والناس والهذا، فادرك ان هناك شيء اخر، لان محمد كان يظن ان المساله عباره عن سياتي ويكون تدريب ويكون او كذا، او تكون عمليات صغيره جدا ما بين الشهر، ما بين الفترة وفترة تكون هناك عمليات بسيطة جدا في عمليات الإنزاف، ولكن بعد ذلك عندما ذهب قال كيف أمضى سنة كاملة جدا، وكيف أن كان الضابط الذي يدربه، أو الضابط الذي كان يدربه، شخصا صامتا. يعني يقول إن الصمت هنا لا يعني أن الجندي عندما يكون صامت، لا يعني الصمت في التدريب، الصمت في المعركة، لا يعني الصمت غياب الكلام، الصمت ربما هو لكي تكون أنت تركيزك، لكي تعيش روحك، لكي تنصت أيضا، أنت تنصت بعينك، تنصت بقوالبك، تنصت بجوارحك، تتحدث أيضا إلى زملائك، إلى أصدقائك، إلى رفاقك، يعني لا يعني فقط الهدرة والكلام الكثير والكذا. وربما الآن ما يحدث يعني في اليوم الواقع، اليوم الذي نشهده، يعني الأطفال يذبحون، المستشفيات تضرب، قادة العرب عندما يجتمعون فهم يتحدثون ولا يصمتون، يتحدثون
يتحدثون ببيانات الشك والتنديد والكذا، ولكن هؤلاء مثلا سنجد أنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا ولو زجاجة حليب واحدة إلى غزة، لم يستطيعوا أن يدخلوا حتى ولو خيط بسيط لإجراء عمليات، أو حتى يعني هيك شوية قطن وكذا لم يستطيعوا، وربما لن يستطيعوا لأنهم يعني نحن الآن يعني في هذه أو في هذا الزمن هذه الرواية تديننا الآن هذه الرواية وأمثال هذه الرواية، الرواية من الروايات التي يعني نضجت والتي خلقت في ذلك الزمن، زمن المقاومة، زمن التفكير أيضا، لماذا نهزم، لماذا ننتصر، يعني هذا هو الروائي. ربما نحن اليوم نعيش أيضا نكسة، نعيش أيضا يعني تخلف ثقافي، تخلف أدبي، تخلف يعني ربما سنشاهد ومن سنوات عديدة الذين يفوزون في الروايات والذين يفوزون جوائز الروايات المؤتمرات، يعني ربما 1% فقط يكون منهم جيد، أو 2% 3% يكونون يستحقون الدعوات، يستحقون الجوائز، ولكن البقية الباقية أو الكذا يعني هو غثاء غثاء، يعني لا يعني الروايات عندما تقرأ أنت لا تجد يعني لا تجد ذلك التفكير، لا تجد هذا التأمل. أدعوكم أنا لقراءة هذه الرواية، تجدونها على الإنترنت، تجدونها بسهولة، يمكن تحميلها تقريبا حوالي 103 أو 107 صفحات، تستطيع أن تقرأها في خلال ساعتين، لأن هذه الرواية تستدعيك أنك تشاهد فيلما. كتابة إحسان عبد القدوس قابلة للسينما، ولذلك سنرى الكثير من المشاهد. حافظ المخرج تقريبا هو نفسه، وقدم إحسان عبد القدوس قدم في بعض المشاهد سيناريو أخذها المخرج كما هي، يعني عبارة أنه بس عمل عبارة أنه التخطيط، أو عمل عبارة أنه اللقطات، عبارة اختيار زاوية الكاميرا، عبارة كذا كذا. فإذا يعني الآن نحن مصابين بالتردي، مصابين بالانكسار، مصابين أيضا يعني يشجعونك اليوم عندما تأتي أنت كاتب وتكتب يعني كلام بايخ وكلام قذر وكلام فيه سفاهة وكلام فيه يعني تخدير وكلام لا معنى له، لا جمالية لغوية، لا جمالية شكلية، لا إبداع في السرد ولا كذا. سيشجعونك اليوم بأن تكتب في مثل هذه الطرق الساذجة ويعطونك جوائز، بينما الأشخاص الذين يكتبون بطرق ويكتبون بفكر ويكتبون بإيمان ويكتبون بتأمل ويكتبون بإنسانية، يعني هون احنا بإحسان عبد القدوس يكتب بإنسانية هذه الحرب التي حولت هذا الشخص، وهذا عباس هو وجه آخر من أوجه الحرب، هو يعني وجه يعني رمز دلالي متعدد الدلالات، يعني هو هذا الفساد الداخلي الموجود، وهو أيضا أفرزته الحرب، يعني لولا أن يعني ربما بسبب هذه النكسات وبسبب هذه الحروب وبسبب هذه الكوارث التي نعيشها، لذلك نحن نعيش هذا يعني التردي، ونعيش مثل أمثال عباس اليوم موجودين، وخاصة في وسائل أو في المؤسسات الثقافية. يعني أنا أعتقد كل وزير ثقافة يمكن نسميه عباس بدل ما نسميه وزير ثقافة، نسميها وزارة عباس، يعني وزارة الزراعة، في كل وزارة زراعة، وفي كل يعني الوزارات والمؤسسات الحيوية التي فيها يعني سواء فكر أو فيها تصنيع أو فيها كذا، سنجد يعني يتم يعني في عالمنا العربي، يعني إحسان عبد القدوس كان ذكي وكان استقرائي أيضا، وقدم روايته في ذلك العصر، قدم روايته عن السبعينات، عن من 68 أو 67 إلى 73، ولكن أيضا قدم لنا يعني استقراء مستقبلي بأنه يرى في هذه الأمة أيضا، صح أن المشهد أو أن حتى الرواية تختم بطريقة فرحة، الناس ترقص، الناس تغني، الناس تغيرت، يعني فاطمة تلك التي كانت يعني أصبحت تعيش كالميتة الحية، فبعد ذلك يعني يقول البطل في الرواية كأن الناس كلهم كانوا يقاتلون معنا، فعندما عدنا الناس تستقبل في كل قرية في كل مكان، يستقبلون العائدين الذي يلبس الملابس العسكرية، يستقبلونه استقبال الأبطال، الناس فرحة، الناس يعني تغني من عمقها، الناس ترقص من عمقها، فاطمة أصبحت كأنها فلقت قمر.
وهنا أيضا ختم أيضا الفيلم، أو أخذ أيضا المخرج أخذ هذه النهاية وجعلها نهاية لفيلمه. إذا بغض النظر عن أي ملاحظات، أي ملاحظات ممكن أن تقال، لأن في المشاهدة الأولى في مشاهدات أخرى يظل المخرج أيضا جيدا جدا ورائع جدا حسام الدين مصطفى، الذي إنه تنبه إلى هذه الرواية وأسرع في جعلها فيلما يعني في مدة زمنية. وكما قلت، أحيانا المؤسسات العسكرية، المخابرات، المؤسسات السلطة تريد أن يعني بعد النصر بعد الهزيمة تريد ربما أحيانا أن تعمل فيلما أو توجه، لأن السينما في ذلك الفترة كانت خطاب الناس كلها تدخل السينما، السينما موجودة في القرى، السينما موجودة في المدن، في الأحياء الشعبية، يعني حتى السينما كانت متنقلة، تنتقل من مكان إلى آخر، يعني في المراكز الثقافية في كذا، ليست كما هو للأسف الحال اليوم في العالم العربي، اللي هو أصبح حالنا شوية، يعني ربما فقط نحن نرى في بعض بلدان الخليج حيث توفر السينما في المولات وتوفر كذا، ولكن أيضا ما نقدم أو ما تقدم في هذه السينما خاصة في عالمنا العربي، تقدم طبعا أفلام من الدرجة الثالثة الرابعة من الأفلام الأمريكية أو الأفلام الغربية، وحتى في المهرجانات للأسف الشديد نحن لا ننتج، أصبحنا يعني أمة لا تنتج قمحا، لا تنتج قطنا، لا تنتج سينما، لا تنتج فن، لا تنتج إبداع للأسف الشديد، إلا طبعا يعني بعض الناس ما تزال فيهم الروح بحيث أو مستمرين في الإنتاج، ولكن كما قلت الناس الذين يعملون بجدية، الناس الذين هم غير عباس، الناس اللي هم لا يمتلكون أخلاق عباس، لا يمتلكون أخلاق العم عبد الله في الوصولية، يعني من أدباء من كتاب من فنانين الذين لا يمتلكون هذه الروح، أو الذين يمتلكون النفاق واللسان العليم والمدح وهذا، فهم يظلون للأسف الشديد منسيين أو يتم نسيانهم. التعمد يعني تعمد هناك كبير جدا في يعني جعل الرداءة وجعل التفاهة هي المسيطرة، وهي التي تكرم، وهي التي تدعى، ويفرش السجاد الأحمر والأخضر والأبيض والأصفر والأزرق والكذا لناس، والله عندما تشاهدهم تضحك، يعني تقول شلون هذا يعني في هذه المؤتمرات، في هذه الندوات، في هذه المهرجانات، في هذه كذا، يعني يدعون اليوم هنا وتجده غدا هناك، وتجده من عاصمة إلى عاصمة، رغم أنه لا ينتج. يعني تعالوا بنا في النقد السينمائي مثلا أو كذا، وتعالوا لنرى مثلا، سنجد أن 3 4 5 6 من الذين يعملون في مجال النقد السينمائي يكون يعني لأفضل ناقد يعني مقالة بالأسبوع أو مقالتين بالأسبوع، ولكن معقول أن عندما يكون هناك مثلا مهرجان سينمائي 250 300 صحفي يدعون، وهم طبعا لا ينتجون حتى ولو بالشهر مقالة، عبارة إنه إذا أنا كنت معكم ربما أطلت، وأطلت إطالة كبيرة جدا في هذا أو في الحديث عن هذا الفيلم، هو فيلم راقي، فيلم بديع، فيلم يستحق المشاهدة، وخاصة في هذا الوضع المؤسف، هذا الوضع المزري. نتمنى أن تعود للأمة كرامتها، أن تعود للإنسانية كرامتها، وليس للأمة العربية فقط، لأن يعني مثل هذه الحروب الوحشية، مثل هذا يعني سقوط هؤلاء الضحايا يعني بالدقيقة 8 دقائق 10 دقائق يموت طفل في اليمن، 8 10 دقائق يموت طفل في غزة، 20 40 30 دقيقة يموت طفل في السودان، إلى أين وصلنا نحن؟ بينما أننا نجد أنه في بعض البلدان، يعني البلدان الغنية، بلدان عربية، بلدان نفطية، يعني تصور انه يصرفوا مثلا 20 30 50 60 مليون 100 مليون من اجل ماذا؟ من اجل مهرجان لنقش الحنه على ارجل الرجال. يا اخواني، يعني ربي اعطاكم عقل، اعطاكم فكر، اعطاكم يعني روح، اعطاكم، فلماذا تصرف هذه الاموال، اموال كثيره ليست بالملايين بل بالمليارات، من اجل ان يتم تخدير هذه الشعوب؟ يعني شلون مثلا عندما في احدى العواصم المهمة والكذا تصرف مليارات، ويقول يأتي الفنان العربي ويقول نحن نأتي لنقوم بترفيه هذا الشعب الفلاني الفلاني، يعني شلون احنا في حالة يعني حالة من المفروض يعني على
بروفايلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عاملين الأسود، وفي نفس الوقت يذهبون ليرقصوا ويذهبون ليكونوا مهرجين، ليكونوا إن شاء الله حتى يمسحوا الأرض ويمسحوا الجزمات يعني من أجل الدولارات. طبعا هؤلاء الفنانين الذين يقولون والله إحنا ذاهبين لنقدم فننا، ذاهبين لنقدم ترفيه لهذا الشعب الذي كذا كذا، لماذا لا تذهبون مثلا إلى اليمن؟ اليمن هناك مصابين باكتئاب، اذهبوا إلى السودان، اذهبوا إلى سوريا، اذهبوا إلى العراق، يعني أطفال العراق مساكين مثلا مصابين باكتئاب ويحبون يتمنون الفرح، واحد يحكي لهم نكتة، تعالوا إلى اليمن، تعالوا إلى صومال كذا. ولكن طبعا هم لن يذهبوا إلى هذه البلدان، لأن هذه البلدان يعني هذه البلدان لا تمتلك، أو هذه البلدان لن يستلموا الشنط المعبية بالدولارات. إذا أعزائي أصدقائي، كنت معكم في هذه الرحلة، رحلة ممتعة ورائعة جدا. الرصاصة، فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، رواية الأستاذ الكبير إحسان عبد القدوس، فيلم حسام الدين مصطفى، سيناريو وحوار رمسيس نجيب، وكذلك طاقم التمثيل نجوى إبراهيم التي أبدعت، يعني في ظهور جميل محمود سعيد، حسين فهمي، سعيد صالح، يوسف شعبان، عبد المنعم إبراهيم، وعدد من الممثلين الجيدين. أنا صوتي ذهب، سأكون إذا معكم في لقاءات أخرى. كونوا معي تأملات حول أفلام سينمائية عربية وعالمية. حميد وقبي يحييكم باريس، تشاو تشاو.